يسعد اوقاتكم، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. بهذا الفيديو بدنا نحكي عن قرعه منتخبنا الاولمبي لنهائيات امم اسيا المؤهله لاولمبياد طوكيو، فبتمنى منكم سماع هذا الفيديو للاخير. بالبدايه منتخبنا طلع بالمجموعه الثانيه بجانب منتخب قطر، منتخب اليابان، منتخب السعوديه. عم تلقب هاي المجموعه بالمجموعه الحديديه طبعا لصعوبه المنتخبات الموجوده فيها. مجموعه اولى عم تكون تايلاند صاحبه الارض والضيافه والمنتخب العراقي، منتخب استراليا ومنتخب البحرين. طبعا مجموعة ما قليلة بوجود منتخب الاسترالي بجانب المنتخب العراقي. المجموعة الثالثة عنا ياها اوزباكستان، كوريا الجنوبية، الصين وايران. المجموعة الرابعة فيتنام وكوريا الشمالية والاردن والامارات. نهائيات امم اسيا لتحت المنتخبات 23 عام رح تكون ب 8 كانون الثاني عام 2020، والمراكز الاولى والثانية والثالثة بتتأهل لاولمبياد طوكيو. اما اذا كان عندنا المنتخب الياباني بالمربع الذهبي رح يتاهل عندنا 3 منتخبات بجانب المنتخب الياباني، لان المنتخب الياباني هو صاحب الارض والضيافه لاولمبياد طوكيو. اما بالنسبه لتصريحات ورده فعل الاولى للمدرب ايمن حكيم حول المجموعه، فذكر المدرب ايمن حكيم ان قرعه النهائيات الاسيويه المؤهله الى اولمبياد طوكيو قد وضعت منتخبنا في مجموعه قويه، واضاف: انا بطبعي متفائل ولدي ثقه كبيره بلاعبي المنتخب. الشعور بالمسؤوليه ازداد بعد سحب القرعه، والتي اعتقد اننا نمتلك املا جيدا في تجاوزها. لم اكن اتمنى مواجهه اليابان، البلد المضيف للألعاب الأولمبية في دور المجموعات، وخاصة أنها قدمت مستوى متطور جدا في بطولة كوبا أمريكا عبر مجموعة من اللاعبين المميزين. نحتاج إلى عدد من المباريات الودية بعد معسكر البحرين في الشهر المقبل ومواجهة منتخب من شرق القارة. الطريق لن يكون سهلا، لكننا نملك الثقة والتفاؤل بتقديم مستوى جيد وتحقيق نتائج إيجابية تفرح الشارع السوري. نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا، ان شاء الله رح يكون في عنا فيديوهات تانية نحكي فيها شوية تفاصيل عن هاي المجموعات. بتمنى منكم تشاركونا رأيكم حول هاي المجموعات، واذكروا لي رأيكم حول تصريحات المدرب ايمن الحكيم يلي صارت. بختام هذا الفيديو، شير، لايك، سبسكرايب، لا تنسونا من تفعيل خيار الجرس حتى توصلكم كل الاشعارات، ومتابعة حساباتنا الرسمية عبر مواقع التواصل، والانضمام لجروباتنا الرسمية عبر تطبيق الواتساب حتى تطلع على اخر الاخبار واهم الفيديوهات ومواعيد المباريات والقنوات الناقلة يلي نحن عم نبعتها كل يوم. شكرا لكم.